السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا مشاهدي الجزيرة مباشر في هذه التغطية المباشرة لمباراة مصر والكونغو. هذه المباراة المرتقبة، مباراة الحلم، حلم الوصول إلى كأس العالم 2018 في روسيا. هذا الحلم الذي ينتظر المصريون الوصول إليه منذ 27 عاما، آخر مرة كان الوصول إلى إيطاليا عام 1990. المباراة اليوم هي مباراة الفرصة الكبرى، الفوز لمصر يعطيها الوصول إلى كأس العالم. معي الكثير من المصريين هنا في أحد المقاهي بالعاصمة القطرية الدوحة، جاءوا لمشاهدة المباراة، جاءوا للاحتفال بإذن الله بعد هذه المباراة والصعود إلى كأس العالم. تعرف بيهم؟ دكتور محمود السعيد. دكتور محمود، بنرحب بيك. تيشيرت مصر والنهارده تتوقع النتيجه كام؟ ان شاء الله 2-0 باذن الله، وان شاء الله نروح روسيا باذن الله. التشكيل يعني رمضان صبحي، تريزيجيه، صالح جمعه في التشكيل، ربيعه في الدفاع، التغييرات اللي في، ايه رايك في التشكيل؟ ان شاء الله صالح جمعه النهارده هيبقى ورقه رابحه ان شاء الله، وهيمسك نص الملعب وان شاء الله يساعد ان احنا نجيب هدفين على الاقل ان شاء الله. نتعرف بيك. محمد يحيى. استاذ محمد، تيشيرت مصر منور، ويا ترى النهارده في هذه الاجواء الاحتفاليه تتوقع النتيجه كام؟ 3-0 ان شاء الله، وباذن الله املنا كبير جدا في صلاح يعمل فارق كبير جدا معانا. مصر ان شاء الله منتظر فيها، احنا بقالنا تقريبا 27 سنه ما دخلناش كاس العالم، فان شاء الله نخش النهارده وباذن الله تبقى فرحه لكل المصريين، ونامل في ربنا ان شاء الله يبقى فرحه كبيره جدا لينا باذن الله. نتعرف ايضا بالشباب اللي موجودين. نتعرف بيك. محمد يونس. استاذ محمد، محمد صلاح، صالح جمعه، رمضان صبحي، يا ترى تتوقع ان شاء الله النتيجه وكتيبه كوبر اليوم النتيجه تكون كام؟ مبدئيا ان شاء الله اتوقع فوز مصر. بالنسبه لنا الدوافع كتير في الماتش النهارده، زي ما حضرتك قلت فرصه كبيره، اكبر فرصه تعتبر موجوده لينا. دوافع الفرقه الحمد لله واقفه على رجليها، في ثبات في التشكيل، وان كان برضو في بعض التغييرين بس هم اللي طروا على التشكيل، اذا كان بوجود صالح جمعه او بوجود احمد حسن كوكا. والجميل في الامر ان هم الاثنين بيلعبوا في انديه كبيره، اذا كان بيلعب في النادي الاهلي او حتى واحد زي احمد حسن كوكا ان شاء الله يعوض برضو النهارده بشكل كويس، ويعوض عمرو جمال برضو بشكل كويس. امل كبير ان شاء الله. اللي هيفرق معانا في الماتش النهارده اظن ان اول ربع ساعه تفرق جامد جدا معانا، وتوقعت بامر الله النهارده الماتش يخلص بسكور عالي، ما كانش 5-0 ان شاء الله، منتخبنا ان شاء الله موفق النهارده. نتعرف بحضرتك. محمد حمدي. استاذ محمد، ان شاء الله المنتخب النهارده يخلص بدون الحاجه الى مباراه غانا ان شاء الله، على امل ان احنا نخلص الماتش في اول ربع ساعه زي ما قال محمد، واعتقدش ان احنا جات لنا فرصه احسن من الفرصه دي في خلال ال 26 27 سنه اللي فاتوا، وان شاء الله يعني الجماهير ما شاء الله والناس والحافز كبير هنا المصريين. ما شاء الله يعني يعني فرصه بالنسبه لنا مش هتعوض خالص يعني. والنتيجه ان شاء الله يعني انا اتوقع تكون 4-0 وصلاح هاتريك ان شاء الله باذن الله. نتعرف بحضرتك. ابراهيم. استاذ ابراهيم، تعال عشان تبقى معانا النهارده. طبعا الاحتفاليه الكبيره لكل المصريين ينتظروا هذه المباراه، هي مباراه رياضيه ينتظرها المصريون وينتظر الوصول الى كاس العالم. يعني هذه المباراه تتوقع نتيجتها كام؟ ان شاء الله 3-0، احنا فرصتنا كبيره جدا خصوصا بعد التعادل امبارح، ان شاء الله فرصتنا كبيره جدا، ان شاء الله نجيب 3-0، ان شاء الله نصعد لكاس العالم كلنا كمصريين مستنيينها، فان شاء الله نسمع خير النهارده، واحنا جايين اصلا نحتفل مش نستنى النتيجه يعني. احنا جايين نحتفل ان شاء الله بالفوز يعني. كل حاجه بتخدم علينا ان احنا نوصل ان شاء الله يعني. النتائج الفرق الثانيه اللي مستواها ممكن يكون مش زي السنين اللي فاتت، فان شاء الله يعني فرصتنا كويسه قوي يعني. برضو احد المصريين، اقدر الشباب المصريين الموجودين، ندي برضو فرصه نتعرف بيك. احمد شهاب. استاذ احمد، انت شفت التشكيل طبعا، رايك ايه في التشكيل؟ في شويه غيابات بس ان شاء الله الموجودين هيسدوا احسن، كمان عناصر كويسه جدا، صالح جمعه، رمضان صبحي، ان شاء الله عندنا ثقه في كل الناس. الماتش النتيجه كام؟ 3-0 ان شاء الله. 3-0 ان شاء الله. نرجع تاني للدكتور. دكتور محمود، تتوقع انه الكونغو النهارده اللي ملهاش امل تعمل اي حاجه معانا كده؟ هي هتحاول بس مش هتقدر ان شاء الله، قوه منتخبنا ان شاء الله والثقه اللي نازلين بيها والجمهور الكبير هنا وفي اسكندريه اكيد مش هيقدروا يعملوا حاجه ان شاء الله. انا شايف انه اللعيبه بدات تنزل ارض الملعب، شايف انه الجماهير موجوده، شايف انتوا هنا كمصريين خارج الوطن بتتابعوا هذه المباراه، يا ترى شعورك ايه مع هذا المنتخب؟ والله كان ودنا كتير جدا ان احنا بموجود معاهم هناك،
بس احنا هنا برضه طبعا بنشجع وان شاء الله نكسب، وفرحتنا تكون كبيره باذن الله النهارده، لان منتخب مصر من المنتخبات العريقه ان شاء الله، وباذن الله بنوصل يعني نستحق ان احنا نوصل باذن الله وقدها ان شاء الله. نعم، اعزائي مشاهدي الجزيره مباشر، نحن معكم في هذه التغطيه المباشره حول هذه المباراة التي على وشك البدء، لكن دعونا ننتقل إلى مكان آخر لمتابعة ردود الجماهير المترقبة لهذه المباراة والمتابعة لمباراة مصر الكونغو في حلم الوصول إلى روسيا 2018. ننتقل إلى الزميل محمد وشاح وكل الشباب هنا بيقولوا مصر مصر. ننتقل إلى وشاح. شكرا رجال، شدوا حيلكم، احنا على لازم مكملين ان شاء الله على كده، موافقين يا رجال. مجهول حيث متابعة مباراة المنتخب المصري ومنتخب الكونغو، هذه المتابعة الشديدة من الجمهور الفلسطيني وذلك تأييدا للمنتخب المصري. على كل مع بدء المباراة في هذه اللحظات، في البداية مع عضو المجلس الأعلى للشباب وأصحاب هذه الدعوة للجمهور الفلسطيني الأستاذ عبد السلام هنية، هذا التأييد وهذا التواجد من الجمهور الفلسطيني ماذا يفسر؟ يعني هي رسالة اليوم واضحة من أهل غزة، من هؤلاء المشجعين الذين بعشرات الآلاف في أكثر من 40 تجمع في داخل محافظة غزة، ليقولوا لمصر أن نحن نحب مصر ونعشق مصر، وأيضا مصر اليوم التي ترعى المصالحة وانتصار أكتوبر، وإن شاء الله تكتمل الفرحة بوصولهم إلى كأس العالم بروسيا. هي رسالة الحب إلى جمهورية مصر العربية. الجمهور الفلسطيني ليست أول مباراة يحضرها بهذا التأييد وهذا الكم، برأيك في النهاية الأخوية ما بين الشعبين الفلسطيني والمصري هي السائدة أكثر من موضوع السياسة وبعض ظواهرها؟ يعني هي كما قلت لك، ما يجمعنا بالشعب المصري يجمعنا الدم، يجمعنا النسب، يجمعنا الأخوة، يجمعنا المحبة مثل كل شعوب الأمة العربية والإسلامية. أعتقد أن هي ليس بجديد على أهلنا في فلسطين ولا أهلنا في غزة أن يكونوا موجودين في هذا الحدث منذ الأزل، منذ الكرة القدم المصرية والتي ارتبطت بها الكرة القدم الفلسطينية، منذ مروان كنفاني اللاعب الفلسطيني الذي لعب بالدوري المصري، والكابتن رمزي صالح اللاعب الفلسطيني أيضا حارس النادي الأهلي المصري، والكابتن مصطفى نجم لاعب نادي الزمالك المصري ابن أيضا مدينة غزة. منذ كما قلت عشرات السنوات نعيش أجواء الأفراح والسعادة هناك، مباراة الأهلي، مباراة الزمالك، القمة المصرية دائما تكون في قلب في قطاع غزة. أعتقد أن كما قلت لك وكما أشرت لك أن اليوم هو إن شاء الله تصل إلى مصر، إلى روسيا كما وصلت قبلها السعودية، ونحتفل مع تونس ونحتفل مع المغرب، لأننا كلنا نعشق الأمة العربية والإسلامية. أشكرك جزيلا. معي أحد المشجعين الذين تواجدوا في هذا المكان. أولا، سبب تشجيعكم للمنتخب المصري في هذا الأثناء؟ يعني أول ما أعتقد أنه هذا دور وطني، وإحنا يمكن عم بنشارك باسم الكشافة الفلسطينية، لأنه بعتقد أنه إحنا كفلسطينيين مصر هي بعدنا، وهي بعدنا القومي والإسلامي، وأيضا مشاركتها واجبة، وأيضا تحديدا في خصوصية قطاع غزة أن مصر تمثل بعد كبير لنا، ونحن خط الدفاع الأول عنها. اليوم الكشافة الفلسطينية تشارك باسم جمعية الكشافة الفلسطينية، ويشاركون في هذا التأييد وهذا التشجيع. أيضا مصر التي تستضيف المؤتمر الكشفي العالمي سنة 2020-2022 في شرم الشيخ، الدور بالتأكيد للكشاف الفلسطيني هو المشاركة الفاعلة في كافة المناحي بما فيها تشجيع مصر التي دوما وابدا ووعينا منذ الصغر بأن مصر كانت حاضنة للقضية الفلسطينية، وكانت دائما
تعمل كل جهدها للحفاظ على وجود الفلسطيني الذي حاول الاحتلال أن ينتصر. هذا اليوم يأتي بالفطرة لكل أبناء شعبنا في فلسطين وفي قطاع غزة لتأييد مصر وتشجيع مصر. أشكرك جزيلا. مشجع آخر يتواجد في هذا المكان يعطيك العافية. أود أن أسألك عن التأييد الشعبي للمنتخب المصري بماذا يفسر؟ يعني قطاع غزة عبر التاريخ ومنذ الأزل محسوبة على جمهورية مصر العربية. نحن هنا في ساحة الجند المجهول. هذا الجند المجهول وضعه جمال عبد الناصر الله يرحمه. مصر التي قدمت زهرة شبابها على مذبح الحرية من أجل فلسطين. مصر التي دفعت الثمن غالي من أجل القضية الفلسطينية. اليوم خرج الشعب الفلسطيني عن بكرة أبي كما تشاهد لترد الجميل لمصر. مصر التي الآن ترعى المصالحة الفلسطينية الفلسطينية. أتينا لنؤكد لمصر أن مكانك في قلبنا، منتخبك منتخبنا، علمك علمنا، دمك دمنا، شعبك شعبنا. إحنا سعداء بمصر وفرحتنا اليوم في صعود مصر لمونديال كأس العالم. نتمنى توفيق لمصر ونتمنى أن تنام ليلة سعيدة على الشعب المصري زعيم أفريقيا وبطلة العرب وأم الدنيا. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا كما نتابع وإياكم هذا التأييد وهذا الحضور الشعبي الواسع لحضور مباراة جمهورية مصر العربية ومنتخب مصر ومنتخب الكونغو، وهناك أمل للمواطن الفلسطيني أن يكون هناك نجاح للمنتخب المصري. سأحاول أن أخوض أكثر وأدخل ما بين الجمهور الفلسطيني علنا نستمع منه عن تأييده لمباراة مصر. يعطيك العافية، السلام عليكم. بدي أسألك سبب وجودك في هذا المكان. والله جايين نشجع مصر ونقف معهم إن شاء الله بتأهلوا يا رب. طيب سبب تواجد الناس هان، بتحس إنه في يعني شعور بالأخوة ما بين الشعبين، الشعب المصري والشعب الفلسطيني؟ طبعا بكل تأكيد، وخصوصا بعد موضوع المصالحة الناس كلها واقفة مع مصر يعني إن شاء الله رب العالمين. تمام، بديش أقطع مشاهدتك للمباراة. مشاهدينا نتابع وإياكم في هذه المباراة. وألتقي مع عدد آخر من المشجعين. طبعا أبدأ الحديث معك، أعطيك العافية. كيف تقيم حضور المواطن الفلسطيني لهذه المباراة؟ إحنا هنا جمهور كبير طبعا من فلسطين، هنا بنأزر ونشجع الشعب المصري وجمهور الشعب المصري ان شاء الله، وبيحتفل حاليا بانتصارات اكتوبر، وان شاء الله كمان بتكمل فرحته بانتصاره على المنتخب الكونغو ان شاء الله. طيب هذه اول مره لك بتحضر مباريات وسط هذا الجمهور تأييدا للشعب المصري او منتخب مصر؟ لا مش هي اول مره احنا بنحضر المنتخب المصري، احنا دائما مع المنتخب المصري وبنحب المنتخب المصري وبنحب شعب مصر، تربطنا حاجات كبيره احنا مع الشعب المصري، والله ربنا هيك يحميها ويفرحهم زي اليوم احنا ان شاء الله ما بنفرح مع المنتخب المصري. شو رسالتك للشعب المصري؟ شو رسالتك؟ رسالتي انه يا رب يتوحدوا ويصلح حالهم ويصلح حالنا كمان معاهم يا رب. تتأمل ان شاء الله، متوقع الفوز الان؟ طبعا احنا جايين ان شاء الله نفرح بالفوز ان شاء الله، احنا بدنا نفوز مصر، بدنا تصل لكأس العالم 2018 في روسيا، لانها غياب بعد 29 سنة تقريبا بعيد المنتخب المصري من تأهلاته لكأس العالم. أشكرك جزيلا. إذن مشاهدينا رصدنا لكم بداية المباراة الآن في ساحة الجندي المجهول، حيث يتابع عدد كبير من المواطنين هنا في هذه الساحة بعد وضع شاشات العرض لمتابعة مباراة المنتخب المصري ومنتخب الكونغو. هناك آمال كبيرة من المواطن الفلسطيني أن يكون هناك فوز للمنتخب المصري حتى تكتمل هذه الفرحة المتواجدة هنا في هذا المكان. على كل إن هذه الصورة مع بداية المباراة، وسنكون معكم في متابعات أخرى مع نهاية هذه المباراة والنتيجة النهائية لهذه المباراة وسط تواجد الجمهور الفلسطيني في ساحة الجندي المجهول. أنتقل إليكم بإذن الله في الدوحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.